في رايي الشخصي ان هذيك الندوه اللي قام بها السي فوزي القزع رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم الامس فحول موضوع التحكيم واللي جمع فيها جميع الحكام المغاربه وجمع فيها رئيس العصبه الوطنيه لكره القدم ورئيس عصبه الهوات ورئيس لجنه التحكيم. بالنسبه لي انا كانت مهمه بزاف. علاش؟ لانه هذه الايام كثر الغيط وكثر القيل والقال على موضوع التحكيم، والموضوع هو قديم جديد وما عمرو غينتهي، والموضوع ما كاينش غير في المغرب بالاساس، كيف بزاف الدول كيعيشوا بزاف الدول، راه الجاره القريبه اللي كتلعب على اعلى مستوى، لا ليغا ديالها كتلعب في اعلى مستوى، فيها اخطاء وفيها مشاكل. وحنا شفنا هذه السنه كيفاش ريال مدريد تعرض لبزاف جميع المقابلات، اغلب المقابلات لبعض الاخطاء التحكيميه، وكذلك برشلونه وكذلك، وما كاينش هذه المشاكل، ما كتقومش هذه القيامه اللي كتنوض عندنا هنا في المغرب. غير الانسان كيشوف غير فرقته، كيشوف غير الى رابح من الخطا ما كيتكلمش، ويلا كان الخطا ضده كيخلق المشاكل وتي. ووصلت لدرجه انه في السنه هذه حنا بطينا الروكور في الرسائل التنديديه والبلاغات التنديديه. حنا كنا كنتسناو ان لجنه التحكيم الناس يسالوها ولا يطرحوا على اسئله ولا يناقشوا معها مواضيع، بما ان الناس ديال الجامعه هما اللي كانوا كيجاوبوا هما اللي كانوا كيسيروا. ف يعني كتبان لي انا لجنه التحكيم هذيك الندوه راه ما غنقولوش ديال لجنه التحكيم، غنقول الندوه ديال الجامعه باش توضح امور تحكيميه. هذا الاجتماع اللي وقع داروا رئيس الجامعه ما كانش محل ديالو، لان الاجتماع خاص يكون في اول سنه ديال البطوله باش الفروق ما تضررش. دابا فروق دابا كتحسن المراكز الاخرى اسباب اخطاء كارثيه بالنسبه للفرق. راه كتشوف حالات الدورات الاخيره حالات كارثيه، اخطاء ولات الحكم ديال الوسط كيصفر على شي اخطاء ما خصوش يصفر عليهم، خص الحكم ديال الشرط هو اللي خصو يصفر. شفنا شي اخطاء كارثيه ما عمرها ما كانتش متوقعه في هاد الاونه الاخيره، وبالاخص هاد الاسبوع الاخر شفنا اخطاء تحكيميه كثيره بالنسبه لكاع الحكام. كنشوف ماشي كاع الحكام، ما غنعموش على كل شيء، ولكن كاين بعض الحكام في شي مقابلات راه اللهم ان هذا منكر. احنا كنتمناو الحكام يستوعبوا داكشي اللي قال القجع، ولكن هي كما كيقولوا حركه زوينه من السي القجع باش الحكام ياخذوا تما احتياطات ديالهم، لانه فروق كثيره تضرات من هذه ما غنسميوش. المهم هي الا كانت عن غير قصد، حنا راه بني ادم كنخطئوا، الا كانت عمدا راه خصهم يتخذ في عقوم الحقاره كما كي يتوقفوا ولا شو واشني. اشنو الاستفاده ديال الفروق؟ اشنو غتستافد الفريق الا ديجا حيتي لها 3 بوان او لا خسرتيها او لا نزلات او لا دات بطوله وهي ما مشي من حقها؟ راه خصنا نفكروا للقدام، اما بالنسبه لدابا كاين ارتجال. انا مع هذه الفكره ديالي يكون واحد اجتماع اسبوعي وكل اثنين او كل ثلاثاء باش يناقشوا اخطاء اللي داس ويناقشوا الحالات. وهذا في رايي انا ما غاديش تحد من الاخطاء، غادي غير ينورونا وينوروا الراي العام والجمهور الرياضي في الاخطاء اللي كتوقع والحالات اللي ما فهموهاش الناس، وراه ما غاديش توقع. وهي راه ماشي انا في رايي خص اللجنه ديال التحكيم كامله تسند لواحد الناس متخصصين في قانون اولا.